في جلسة طارئة مساء اليوم الأحد 11 من رمضان عام 93 و300 من وفاة الرسول الموافق 10 من يونيو عام 84 و900 للميلاد، لتنفيذ قرار المؤتمر الشعبي الأساسي زوارة بتاريخ 16 من شعبان عام 93 و300 من وفاة الرسول الموافق 16 من مايو عام 84 و900 للميلاد، بالتصفية الجسدية للإرهابيين الخوان المسلمين عملاء أمريكا. وقد تم خلال هذه الجلسة تلاوة اعترافات الخائن المجرم فرحات عمار حلب أمام المؤتمر، وصدر التأكيد على حكم الإعدام ضده. وقام أعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي زورة بتنفيذ حكم الإعدام في المجرم الخائن فرحات عمار حلب، وذلك بإعدامه شنقا حتى الموت، لأنه انضم لحزب الخوان المسلمين وتم تجنيده من قبل المخابرات الأمريكية للقيام بأعمال تخريبية ضد سلطة الشعب داخل الجماهيرية، تنفيذا لمخطط إرهابي يقضي باغتيال عدد من المواطنين الليبيين وتدمير الأسواق الشعبية والمنشآت الاشتراكية ومحطات الوقود وتسميم خزانات المياه، والقيام بعدة عمليات تخريبية ضد مكاسب الشعب العربي الليبي التي تحققت بفعل ثورة الفاتح العربي. المؤتمر الشعبي الأساسي بزوارة من أفراد تافهين أو جهات إقليمية متعصبة وغبية بالداخل أو بالخارج، عقد المؤتمر الشعبي الأساسي بزوارة جلسة طارئة يوم الأحد 11 رمضان 1393 من وفاة الرسول الموافق 10 يونيو 1984 بقاعة الشعب، استعرض فيها ملف أحد العملاء المتآمرين من زمرة إخوان المسلمين أعداء الحرية أعداء التقدم أعداء التحولات الاشتراكية وسلطة الشعب، وقرر الآتي: 1- التصفية الجسدية الفورية للعميل الخائن فرحات عمار حلب. 2- التصفية الجسدية لكل من تثبت خيانته وتعامله مع أعداء الشعب، واعتبار قرار المؤتمر نافذ المفعول من تاريخ صدوره وإلى أن يتم القضاء نهائيا على جميع الخونة. 3- المؤتمر الشعبي الأساسي بزوارة وهو ينفذ قرار الموت في أحد الخونة لا ينفذه حبا في سفك الدماء، ولكن ينفذه تنفيذا لأمر الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. 4- لا يحمل المؤتمر أسرة وأقارب العميل الخائن مسؤولية تصرفاته المشينة، وهم بالتأكيد متبرئون منه وغير محسوب عليهم، وإنما هو محسوب على من هم على شكلته ممن باعوا ضمائرهم للشيطان الأكبر. أمثال الجيفة حواس ونكر الجميل المقرف والمهرج النكوع والتافه الصهب، فهم أسرته وأقاربه وهم في الحقيقة قاتلوه. 5- التسامح اللامحدود من قبل القيادة التاريخية لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة وجماهير الشعب العربي الليبي هو الذي دفع هؤلاء التافهين إلى محاولتهم الخسيسة لاغتيال أعضاء اللجان الثورية وعملاء المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتسميم خزانات المياه وتدمير الأسواق والمنشآت الاشتراكية وهي آهلة بالمواطنين لخلق جو من عدم الاستقرار وشل حركة المجتمع تمكينا لأسيادهم الصليبيين والصهاينة من الانقضاض عليه. قرر المؤتمر تصعيد الموقف مع هذه الحتلات، وأكد على قراره السابق بتشكيل مفارس انتحارية لمطاردتهم وسحقهم أينما حل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإلى الأمام، والله معنا،